فطائر كغيب سهلين صحيين وبسرعة كيوجدوه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كدايرين؟ كلشي مزيان؟ صباح الخير. غنجرب معكم اليوم واحد الكريب. غندير الماء هو الاول، ما يلصقش. بسم الله. واحد، جوج ديال الماء، وغادي ندير هاد الكاس تاع مازينا. تنشوف القوام بعدا كيفاش داير. هذا ديال النشا، بغيت انا شويه يجي صحي غادي ندير سغازان، هي الحنطه السوداء او بوكويت، ها هو كما كتشوفوا باش يجيني بزاف. زعما هو هذاك، انا درت جوج معالق تقريبا، وغندير وحده ديال بريبارادو، ها هي عامره صافي. جوج هاد الشمشة، جوج ديال سغازة الحنطة السوداء، وهذا عشق ديال بريبارادو صافي. بغيتو ديرو بيضة ديروها، ولكن انا غنكتفي غير بهاد المكونات. غندير مليحة صافي، وغادي نسد. وغادي نطحنو، غادي نزيد واحد الفاني ونخلط عاوتاني مزال. جاني القوام ديالو مازال جاري بزاف، وانا نزيد نص كاس ديال النشا و معلقه تاني ديال الحنطه السوداء، حيت انا غلطت في الاول. هو نورمال، حيت انا اول مره كان بغيت نخلط بالسغازة باش يجي شويه صحي، داكشي علاش نصحاب السغازة غادي تقلو. اما هو نورمال، راه قد الدقيق قد الماء. هانتوما شفتوا زدت نص كاس ديال مايزينا ومعلقه اخرى ديال النشا وشويه ديال الزيت، وعاود خلطت. ودابا ها هو جا مزيان، الاولين جاو جارين بزاف، ما بغاوش كاع يتحيدوا ليا من المقله. اذا هنا بديت كنعاود كنطيب، خلطته مزيان قلت لكم، درته في الخلاط، ودابا بديت ثاني كنطيب. ها هو يا دابا جا مزيان، حيت غير بنشا بوحدو بغيت انا زعما شويه يكون صحي ويكون شويه احمر اللون ديالو، ونتفاداو النشويات بزاف. ها هو كيف جا، زوين لونه بحال ديال الشعير، وحتى المذاق زوين. هذا هو الشكل النهائي ديالو، تقدروا تاكلوه بالزيت بالفرماج بالشوكولات اللي بغيتو. المهم هذا هو الوصفه ديال اليوم. السلام عليكم. كيجيو زوينين، ممكن تاكلوهم بحاجه حلوه او مالحه، وكذلك تسغناو على فاني وتسقيوهم كرفيسه. انا جربتهم.